كنا احنا بلدنا كل اسبوع ناكل لحم، كل نهارين ثلاث ناكل لحم، اليوم صار لنا من العيد ما ذقنا اللحم. من عنده يروح يشتري لحم؟ يعني اشوف الولاد قد فرحوا مع اللحم. ده حقي دقري من نزلتوها قاموا يفرمون. احنا بنشكر كلا عطيتنا اللحمه لانه بتغذي الجسم وتقوي الجسم. شكرا لكم.